السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في أخبار سلسة نبدأها بأبرز العناوين. إطلاق خدمة تفاعلية لتسهيل إدماج الباحثين عن عمل في القطاع الخاص. جامعة البحرين ومعهد التنمية السياسية وقعا مذكرة تفاهم مشتركة. وتسجيل 12800 مخالفة عدم ارتداء كمامة الوجه في الأماكن العامة والمحلات التجارية. أهلا بكم بلا تفاصيل. السادسة، أكد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية السيد جميل بن محمد علي حمدان أن منظومة البنية التحتية للخدمات الإلكترونية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية تشهد تطورا نوعيا في ظل حرص الوزارة على تطبيق استراتيجية الحكومة الإلكترونية من خلال إطلاقها العديد من الخدمات الرقمية التي تتيح التواصل والتفاعل مع المستفيدين بطريقة سهلة وملائمة، حيث تمنح الخدمات الإلكترونية الجديدة مزايا عديدة لأصحاب العمل، منها تسجيل بيانات المنشأة وتحديد المخولين بالتعامل مع النظام الإلكتروني ووجود سجل إلكتروني لجميع الشواغر التي تقدم بها صاحب العمل ونتائج الترشيحات بشأنها، إضافة إلى الاطلاع على بيانات الباحثين عن عمل المرشحين للوظيفة المعروضة مع توفير السيرة الذاتية للمتقدمين للشواغر، حيث بإمكان صاحب العمل اتخاذ قرار القبول والرفض إلكترونيا وكذلك إرسال رسائل للمرشحين لموعد مقابلة أو للتوظيف. وتوفر الخدمات الإلكترونية الجديدة عرض فرص التدريب على رأس العمل بالمنشأة من خلال برنامج فرص، حيث تعرض قوائم بالدورات التدريبية المتوفرة للعاملين والموظفين في القطاع الخاص. كما يمكن لأصحاب العمل تقديم طلبات الحصول على شهادة الالتزام بالبحرنة واستلامها إلكترونيا. أكد رئيس جامعة البحرين الأستاذ الدكتور رياض يوسف حمزة أن أهمية التدريب والبحث العلمي والأنشطة الاتصالية المختلفة في نشر ثقافة الوعي القانوني والسياسي في المجتمع، لافتا إلى أهمية إيجاد منظومة متكاملة للتدريب والبحث العلمي والنشر من خلال التعاون بين المؤسسات الوطنية المختلفة. هذا وأشاد في هذا الإطار بالجهود التي يبذلها معهد البحرين للتنمية السياسية عبر مختلف الأنشطة التي يقوم بها، منوها بسعي المعهد لتوسعة مجالات التعاون بينه وبين مختلف المؤسسات والأجهزة الحكومية. جاء ذلك خلال توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة البحرين ومعهد البحرين للتنمية السياسية حديثا، حيث أكد الطرفان على أهمية بناء الشراكات الوطنية التي تلبي متطلبات التنمية المستدامة وتلبي المتغيرات المستقبلية، بما يسهم في تحقيق الغاية الأسمى وهي تعميق الوعي بالحقوق والحريات وحمايتها بوصفها إحدى أهم الأولويات الاستراتيجية لمملكة البحرين. ويقضي الاتفاق بتوفير برامج التدريب والدراسات والبحوث المتعلقة بالمجال الدستوري والقانوني ووضع البرامج المتعلقة بالدراسات الخاصة بحقوق الإنسان ودعم البحوث العلمية في مجال النظم السياسية والقانونية الدستورية. في إطار جهود وزارة الداخلية في الحفاظ على سلامة المجتمع، أكد العميد الركن الدكتور الشيخ حمد بن محمد الخليفة مساعد رئيس الأمن العام لشؤون العمليات والتدريب أن الوزارة مستمرة في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين لقرار الالتزام بارتداء كمامة الوجه بناء على توجيهات اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا لاتخاذ التدابير والإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار الفيروس، وذلك بإطلاق الحملات التوعوية التي تهدف إلى توعية المواطنين والمقيمين بارتداء كمامة الوجه في الأماكن العامة والمحلات التجارية. وأوضح بأن مجموع المخالفات بلغ 12800 مخالفة منذ البدء في تطبيق القرار،
حيث بشرت المديريات الأمنية إجراءاتها القانونية لمخالفة غير الملتزمين. وفي هذا الإطار أهب مساعد رئيس الأمن العام لشؤون العمليات والتدريب بكافة المواطنين والمقيمين بضرورة تحقيق مبدأ التباعد الاجتماعي مع التقيد بعدم التجمع لأكثر من 5 أشخاص والالتزام بارتداء كمامة الوجه بالطريقة الصحيحة، مؤكدا الاستمرار في الحملات التوعوية للمواطنين والمقيمين وبمختلف اللغات المستخدمة لدى المقيمين. قامت وزارة الشؤون الإعلام بحملة تعقيم في جميع مرافق الوزارة، وذلك للحفاظ على صحة وسلامة منتسبيها والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد. ويأتي ذلك من خلال الحرص الدائم من قبل الوزارة لتأمين بيئة عمل مناسبة وصحية، والحرص على دعم مبادرات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القادة الأعلى النائب الأول رئيس مجلس الوزراء للتصدي لفيروس كورونا من خلال فريق البحرين. حيث قامت شركة الرعاية الطبيعية بإطلاق مبادرتها الاجتماعية بتعقيم مباني وزارة الشؤون الإعلام ووزارة مملكة البحرين لتأمين الموظفين من أي طارئ من جائحة كورونا، حيث تم تأمين الفريق المتخصص في شركة الرعاية الطبيعية للعمل بدقة متناهية في عمليات التعقيم بالوزارة بقيادة مدير قسم العمليات والتعقيم بشركة الرعاية الطبيعية. السادسة مستمرة وفيها بعد قليل. الهلال الأحمر البحريني يدرب متطوعه على صحافة الموبايل في العمل الإنساني. وصل ملتقى جمعية الخلدية الشبابية الرابع عقد ورش عمله الاسبوعية الافتراضية تحت شعار شباب واعي، والذي من المقرر أن يختتم أعماله يوم السبت القادم الموافق 25 من شهر يوليو الجاري بمشاركة شبابية واسعة. وعقدت يوم أمس الثالثة ورش عمل الملتقى التدريبي تحت عنوان كن سفير العمل التطوعي، قدمتها الاستشارية الدولية زهراء باقر، وتضمنت الورشة عدة محاور أبرزها بروتوكول وإتيكيت العمل التطوعي وكيفية إدارة العمل التطوعي وتأثيره في ظل الأزمات على تنمية المجتمع. كما ناقشت الورشة متطلبات العمل التطوعي وحيثيات ارتقائه بالإنسان من خلال دفعه إلى العطاء لمجتمعه وتحفيزه على المشاركة في نشر قيم الإيجابية والمحبة والبذل بين أبناء والوطن. نظمت جمعية الهلال الأحمر البحريني بالتعاون مع الاتحاد الدولي لجمعية الصليب الأحمر والهلال الأحمر ورشة عمل عن بعد حول كيفية عمل التقارير الإعلامية ما بين الصحافة والتلفزيون ووسائل التواصل الاجتماعي، قدمتها الإعلامية وفاء حسين، إذ هدفت الورشة إلى بناء قدرات المتطوعين في كيفية إبراز القصص الإنسانية وتسليط الضوء على مشاريع وبرامج العمل الإغاثي الإنساني. هذا وهدفت الورشة إلى تشجيع المتطوعين على إنتاج تقارير إعلامية مصورة تبرز دور الهلال الأحمر الإنساني ومكانته في المجتمع وما يقوم به من جهود في مد يد العون للمحتاجين سواء على المستوى الصحي أو الاجتماعي أو الإغاثي أو التنموي. هذا وتناولت الندوة إنتاج التقارير الإعلامية وصناعة المحتوى وصحافة الموبايل وأهميتها خاصة في ظل جائحة فيروس كوفيد-19، وتعزيز الوعي عند مختلف شرائح المجتمع بالإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها للوقاية من هذا الفيروس وكسر سلسلة انتقاله، إضافة إلى أحدث المعلومات والمسجلات والإحصائيات حوله.
نشنت هيئة البحرين للثقافة والأثار على موقعها الإلكتروني معرضين فنيين تحت مظلة استوديو 244، وهما معرض من وحي الثقافة ومعرض من المحرق نستوحي. ويتضمن معرض من وحي الثقافة مشاركات تنوعت ما بين الرسم والتصوير والكولاج والفنون الجرافيكية، والتي تمحورت حول هاشتاج اثنين المتاحف وهاشتاج ثلاثاء السياحة، التي تروج من خلالهما هيئة الثقافة للمتاحف والسياحة الثقافية في مملكة البحرين. أما معرض من المحرق نستوحي فتم تخصيصه للتصوير الفوتوغرافي، حيث سعت الهيئة من خلاله إلى إلقاء الضوء على الملامح العمرانية لمدينة المحرق، وتشجيع المشاركين على استكشاف المتغيرات بل التغييرات والتطويرات وأعمال الترميم التي تشهدها المدينة. وللطقس محافظات مملكة البحرين. ونتابع في السادسة غدا. إنجاز 200 معاملة ضمن مبادرة الشمالية عند دارك. وبهذا وصلنا لختام أخبار السادسة، إلى اللقاء.